خمسة ظروف راك حضرتي معنا شفتي ظروف بون هادشي كلشي المهم انه كيصب الخير ديال الفريق وخصنا ناخذوه بحال هكذا انه الناس كلها ضربها الغير على شباب محمدية غير هو الغيره تكون مزيان بحال هكذا غير باش نبقاو نغلطوا ونديروا المغالطات ونبداو نديروا الشعبويه ونبداو نلقاو نخرجوا في 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 لايف في العالم الازرق ونقولوا بانه راه كاين الحل هذا يعطي 200 300 400 كيف ما قلت الاخوان السي حمزه هو انه شباب المحمديه اليوم في امس الحاجه لولادها يهزوها بعدها وتكون ضربهم النفس عليها. لهذا شباب المحمديه غير ما تقبلش على ان شي واحد يزيد عليها. شباب محمدي خصها حلول. الحلول احنا كنضربوا عليهم، الحلول احنا كنقولوهم، احنا كنديروهم، كنحاولوا نتقاتلوا فوق جهدك لا تلام. اللي علينا راه حنا كنديروه الحمد لله انه ضميرنا مرتاح واي حاجه كتجي ولا كنمشيو نضربوا عليها ولا كنمشيو نتقاتلوا راه تسير سي حمزه راه باش ما نقولها لك راه تسير راه كل نهار كاين تسير راه ماشي من جمع العام نجي نشد الميكرو ونبدا نهضر راه تسير كاين من الاثنين وانت كتسير راه كيوصل الجمعه السبت الحد عندك راه ملي كي بريمير الوليدات الصغار الفوتسال فوت فيمين راه عندك ما يتراوح من 100 الف درهم 150 الف درهم في السيمانه راه باش كتوجدها راه لا اله الا الله. اذا ما نلقاوش نهضروا حقا هادي راه حنا اللي علينا كنديروه. الا عندك شي اضافه ولد الناس مرحبا. شوف زمرة حد الآن أنا كنقول لك أسعد حد الآن لم نتوصل بدرهمين واحد صفقة ديال زمرة. إذن اللي بغيوا شي واحد يسول عليها يجي يسول عليها مرحبا أنا كنجاوبك أسي حمزة دائما بابنا مفتوح. نعم للتواصل ما عندناش مع سياسة القمع بابنا مفتوح أمام جميع المتداخلين أصحاب النوايا الحسنة والشبابين الحقيقيين. قضية الطاس قضية ديال الطاس انا حد الان ما توصلت بشي حكم اللي هو اوفيسيال. كنسمع بحالي بحالكم وكان عندي تواصل مع السي المنفلوطي ايفيكتيفمون قال لي كاين واحد الحكم اللي عنده هو مرحبا غنشوفو معاه. قال لك انا موجود بحكم العلاقه اللي عندنا معكم وهذه غادي نشوفو كيفاش نحلو المشكل بشويه بشويه.